على الفريق واللي هتخلص بنهايه الموسم، وبيحق للزمالك ضم لعيبه جداد خلال الصيف اللي جاي عشان يدعموا بيه صفوف الفريق. ومن ضمن بقى اللعيبه اللي كارتيرون عاوزهم باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي، وفتحوا بالفعل المسؤولين في نادي الزمالك خط اتصال مع اداره الاسماعيلي عشان يضموا باهر المحمدي في نهايه الموسم الحالي في ظل تمسك باتريس كارتيرون بضم اللاعب. طلب مسؤولين الزمالك من الاسماعيلي ان هم يحددوا المقابل المالي المطلوب في اللاعب في الفتره اللي جايه دي. خط الدفاع في نادي الزمالك محتاج اكيد تدعيم الفتره اللي جايه دي، ودي رؤيه كارتيرون الفنيه، ولازم لاعب يكون على مستوى عالي، وباهر المحمدي بيجيد اللعب في اكتر من مركز.